كثير منتجات تعودنا عليها مستخلصة من التمر، لكن مهرجان تمور الأحساء المصنعة ويا التمر أحلى جاب شي جديد لنا اللي هو عطر من التمر. منتج رقم 60 في الصناعات التحويلية في مصنع الأمين للتمر. أنتجنا عطر التمر. عطر التمر له خمس ركائز شغالين عليها، اللي هي زيت التمر وميثانول التمر واثنين خصائص من التمر والزيت العطري. استخدمنا فيه أفضل المواد وكذلك أفضل العلب وأفضل المضخات الإيطالية اللي بيها العطر. العطر مكون من زيت التمر وميثانول التمر وزيوت عطرية غانية، وأنتجوا منه نوعين باسم نواة وتمرة. أخذنا الميثانول بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، وكذلك الزيوت التمر من مركز التميز البحثي، وكوننا العطر بالكامل وأنتجناه في فترة حوالي 10 شهور إلى 11 شهر وإحنا شغالين عليه. صلاحية العطر لما اختبروها حافظت على ثباتها لمدة 6 شهور. هذا الشيء يبين إنه مناسب تجارياً في الوقت اللي نلاحظ فيه نمو سوق الصناعات التحويلية من التمر في المملكة والعالم. لأخبار 24 رحمة العيسى الأحساء.